أوضح بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن أن نسخة هذه السنة تتميز فضلاً عن فتح مراكز الاستقبال بكل من المغرب وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بافتتاح مواقع استقبال جديدة في المغرب لمواكبة عودة أفراد الجالية الذين من المتوقع أن يكون حضورهم مهماً هذه السنة. مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ وتنسيق هذه العملية 17 فضاء داخل المغرب في موانئ طنجة المتوسط، طنجة المدينة، الحسيمي والمادور، في معابر باب سبتة وباب مليلية، وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس، وجدة أنقاد، أكادير، المسيرة، فاس، سايس، مراكش، المنارة، وطنجة بن بطوط. السلام عليكم خوتي، كما سمعتوا جلالة الملك يعطي الانطلاقة ديال عمليات مرحبا 2022. كما سمعتوا في هذا التقرير الناس اللي كانوا كيسولوا على سبتة ومليلية، فراه كاين سبتة ومليلية، كاين المعابر الحدودية ديال سبتة ومليلية. الناس اللي باغا تقطع على سبتة ومليلية غير قطعوا بكل أريحية. كذلك اخوتي هنا اللجنة العلمية توصل المغاربة بالجرعة الثالثة وكيهددوا او لا غادي نرجعوا لسيناريو التشديد وكيدخلوا الجالية دائما عندهم علاقة بالجالية، كينساو الملاعب مملوءة عن آخرها وما نساوش الوداد والرجاء في النهائي والنصف النهائي، ولكن الجالية لابد الجالية راه غادي تدخل بحال اللي حنا هما ما نعرفش شنو. كذلك اخوتي الصار في هادشي هذا كامل وهو اسبانيا كدرس غادي تحيد جميع ريستريكسيونيس، غادي تحيد كل شيء بالنسبه للناس اللي غادي يدخلوا من هنا للمغرب. اسبانيا غادي نساو، غادي تتبع ايطاليا والمانيا وتركيا، يعني جميع الدول غادي يرجعوا بدون ريستريكسيونيس. خوتي هذا الفيديو كذلك غادي نشرح الشروط ديال السفر المعمول بها حاليا بالتفصيل بالتدقيق غادي نشرحهم، وكنتمنى فضلا وليس امرا تبارطاجيو هذا الفيديو بزاف، لان كنتلاقاو مكالمات بزاف ما نقدرش اخوتي نرد على كل شيء، لان لقيت بعض الاوديوهات فيهم السب والشت غير علاش ما رديتش، لان نقدر نرد على 10000 وما ردتش على 1000، ولهذا غادي نخلي كل شيء هنا داك الشيء بالتدقيق اخوتي. الشروط ديال السفر من والى المغرب المعمول بها حاليا، بارطاج لايكات مع الاهل والاحباب والاصدقاء، واللي كيشوفنا لاول مره ما ينساش يضغط على زر الجرس ويشارك في القناه باش يوصلوا كل جديد. وراكم اخوتي كتبخلوا علينا بزاف اللايكات، ما بقيتوش كتعملوا اللايكات مره اخوتي. المهم نمشوا للتفاصيل اخوتي، المغاربه الجاليه المغربيه في كل مكان، السلام الله عليكم وتحيه لجميع متابعي ومشاهدي قناه عثمان برشلونه في كل مكان، ودائما وابدا كما العاده كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال. خوتي كما شوف المقدمة جلالة الملك محمد السادس كيعطي الانطلاقة ديال عملية مرحبا الصيف 2022 ابتداء من نهار اليوم. المشكل اللي عندنا احنا الجالية المغربية واللي الناس كلها كتسول وهو الشروط ديال السفر اللي ننقص يا كلارا، كذلك المشكل ديال الغلاء ديال التذاكر ديال الرحلات البحرية والنفاة ديال التذاكر البحرية المسافات الطويلة خاصة من هنا من برشلونة، فراه ما كاينش حتى النهاية ديال خوليو. عينا ما نهضرو، بغينا المسؤولين ديالنا يتدخلوا، بغينا حلول، وهذا التليفون حتى هو ما غاديش يتحل. وغادي نشارك معكم في هذا الفيديو الشروط ديال السفر اخوتي، وكنتمنى تبارطاجيو، لان هاد الشروط اللي غادي نقول على الضمانة ديالي اذا وقع له شي واحد شي مشكل انا كنتحمل المسؤولية ديالو. هادو هما الشروط، وحتى اذا شي شركه عطاتكم شي حاجه من غير هادشي هذا اللي غنقول لكم، فراه اخوتي شدوا في الحق ديالكم وراه غادي تمشيو، غادي يتصلوا وغادي تكون يعني استشارات مع الناس ديال الاختصاص وغادي تمشيو اخوتي بهاد الشروط اللي غادي نقول لكم. وكنتمنى تبارطاجيو، لان كنتلقى مكالمات بزاف اوديات بزاف اخوتي، يعني قدروا الظروف ديالنا ما نقدرش اخوتي نجاوب على كل شيء، كنضطر بزاف ديال المرات كنعمل مباشرات فيهم حتى جوج ثلاثه ديال السوايع باش ما نتحطش في هاد المشاكل، لان لقيت شي بعض الاوديوهات راه كتسب وكتهدد وهذا غير حيتاش ما جاوبت، ولهذا كنتمنى تبارطاجيو اخوتي واللايكات، راه نسيتونا في اللايكات. كما قلت لكم اسبانيا كدرس قريب غادي تحيد جميع الريستريكسيونيز جميع الشروط اذا كنا غادي ندخلوا من اسبانيا من المغرب لاسبانيا. وبالنسبه دابا غادي نهضر على الشروط اذا كنا هابطين للمغرب، اذا كنا هابطين للمغرب غادي نبداو من الوليدات من زيرو حتى 12 ما عليهم حتى حاجه، من زيرو حتى 12 ما عليهم حتى شي حاجه، ومن 12 حتى 18 ركزوا معايا، من 12 حتى 18 خصهم يكونوا عاملين جوج ديال الجرعات او لا وحده لاونيكا ديال جونسون صافي، اذا كانوا عاملين جوج وديال او لا وحده ديال جونسون حتى هما ما يعملوش البي سي ار، اذا كانوا عاملين غير وحده يعملوا البي سي ار،
ولكن ثانيه اولا جونسون لاونيكا ما يعملوا حتى شي حاجه، ما يعملوش البي سي ار بالي، ما يعملوش البي سي ار لان هما ملزمين يعملوا اللقاح الثالثه اولا البي سي ار حتى يكملوا 18، ومن 18 الفوق، من 18 الفوق اما الثانيه يعني الثانيه ما يدوس عليها 9 شهور، كنهضروا على اسبانيا وكل دوله وشحال عاملين، يعني ما يقولش عليها 9 شهور ماشي 4 شهور، ما يقولش عليها 9 شهور، اذا كانت عليها 9 شهور اما الثالثه واما البي سي ار، واذا كانت عندنا الشهاده ديال التعافي يعني سيرتيفيكادو ديال الريكوبيراسيون، ما نعملوا حتى شي حاجه غير بداك الشهاده نجبدوها وبداك جوج ديال اللقاحات اولا واحد ديال جونسون ونسافروا. في الرجوع اسبانيا غادي تحيد، ولكن على قبل ما تحيد اذا كنا راجعين نقدروا نجيو غير بالتيست انتيخينو، ولكن 24 ساعه بالي 24 ساعه في الرجوع، كنهضر في الرجوع التيست ديال الانتيخينو كيطيح رخيص غير 190 درهم بالي، والبي سي ار بالنسبه للمغرب راه عامل 72 ساعه، وهذا الشيء على جميع الرحلات سواء البحريه ولا الجويه بالي، جميع الرحلات 72 ساعه تيست بي سي ار بالي. اخوتي كنضر واقيلا وضحنا، اذا كان عندنا الشهاده ديال التعافي وعاملين جوج ديال اللقاحات ما نعملوا حتى حاجه، عندنا شهاده التعافي وعاملين جونسون ما نعملوا حتى شي حاجه، اذا الثانيه اذا داز عليها 9 شهور نعملوا البي سي ار، اذا كان ما عندناش اللقاح مره، كيسولوا الناس بزاف على هذه القضيه، ما عندناش اللقاح مره نعملوا البي سي ار لا في الرحلات البحريه ولا الجويه، ونقدروا نسافروا وفي الرجوع كذلك، ولكن اسبانيا غادي تحيد كيدرسوا غادي يحيدوا كل شيء، لا على السياح يعني اللي هما من خارج دول الاتحاد الاوروبي يدخلوا، ومنهم المغاربه والافارقه يقدروا يدخلوا بدون اي يعني قيود، يقدروا يدخلوا بحال جميع بحال ايطاليا المانيا هذا، ولكن للاسف كنشوفوا المغرب دابا عاود ولا كيجيو هاد الاعياد هاد المناسبات هاد عمليه مرحبا كتشمخ بهاد التهديدات، دابا هنا كاتبين باللي اللجنه العلميه توصي المغاربه بالجرعه الثالثه دون استبعاد سيناريو التشديد، وهنا كيجيو دائما وكيذكروا بالجاليه المغربيه، ما عرفتش علاش الجاليه المغربيه دائما خشيه، وكما قلت لكم في المقدمه ما عرفتش انا يعني شفتوا معايا في يعني المغرب عايشين الحياه العاديه بدون كمامات، الملاعب مملوءه عن اخرها، يعني الدوبل اللي كيهز الكامبو، وهادشي هذا ما عمرهم كيذكروه، كيذكروا لنا غير الجاليه، دائما الجاليه خصها تذكر. هنا تعود مخاوف الصرامه في تدبير الفضاء العام بالمغرب الى البروز بارتفاع اعداد وفعلا الاصابات ارتفعوا المسجله بالفيروس، فامام شوق واسع لاستمرار الانشطه الثقافيه والرياضيه في صيغتها العاديه تربك الارقام مسجله استمرار اختيارات التخفيف، ولا تخفي اللجنه العلميه مخاوفها من قادم الايام والسياقات الاجتماعيه التي تطبع دخول مغاربه المهجر، دائما التذكير بمغاربه المهجر الى الوطن، وكذلك التنقلات الكبيره التي تشهدها العطله الصيفيه ثم عطلة عيد الأضحى خلال الشهر المقبل، وإلى حدود كتابة هذه الأسطر لم تتداول اللجنة في أي توصيات بهذا الخصوص فيما يتشبث الصيف طيف واسع من المغاربة باختيار المضاف في إجراءات تخفيف لتجاوز الصدمات اقتصادية ونفسية قوية خلفها خيار التشديد، ومع استعداد مختلف الأنشطة عافيتها تخلى جزء كبير من المغاربه عن تدابير احترازيه خصوصا الكمامات، لكن فوقاش كنا كنشوفوا الكمامات في المغرب، لكن مطالب ارتدائها بدات تعود بصدع مكبرات المعرض الدولي للكتاب باهميه وضعها من اجل الوقايه. هنا عضو اللجنه العلميه للتلقيح ضد الكورونا سجل ان ما يجري متوقع سوى غياب احتياطات من بها ان الفيروس لم ينتهي بعد، فيما محتوى اوميكرون شديد الانتشار حاله واحده قد تعدي 13 شخص. المهم اخوتي هنا اورد عفيف ان الضغط على الانعاش يبقى عنصر الخطر الدائم، لكن الى حدود الساعه فالامر غير مطروح، 20 حاله في الانعاش فقط، وزاد لابد من ارتداء الكمامات وتهويه الفضاءات والالتزام بالتعقيم، وبخصوص امكانيه عوده تشديد الاجراءات الاحترازيه قال المتحدث ذاته ان الامر مطروح معتبرا ان الدوله قامت بجميع الاجراءات من جهتها، لكن وجب ان يلتزم المواطنين انهم ارادوا استمرار الصيغه العاديه للحياه. بالي سمعتوا اخوتي هذا التصريح ديال السي عفيف اللي هو على اللجنه التقنيه او العلميه، كيقول يعني ما كيستبعدوش انهم يرجعوا للتشديد، ولهذا حنا كنشوفوا دول كاسبانيا المانيا ايطاليا تركيا يعني دول عظمى واللي يعني كيفكروا في المواطنين ديالهم وكيشوفوا يعني بجميع الطرق انهم ينعشوا السياحه في الدول ديالهم، وحنا دائما ذاك التشديد دائما مخوفيننا بذاك راه نقدروا نرجعوا، ولهذا
المهم اخوتي ما كنظنش انه تكون شي حاجه، هذا غير كيخوفوا الناس باش يقوموا بال يعني بالاحتياطات والى اخره. المهم اللي كان في هذا الفيديو هو الشروط ديال السفر. عمليه مرحبا كما الشوره داخله فيها سبته ومليليه كما كانوا كيسولونا، وهذا الشيء يعني جاء بالتاكيد لا من الحكومه المغربيه ولا الاسبانيه، وسمعتوا في التقرير ديال الاخير ديال الاولى. كذلك كاين ارقام اللي غادي نخليها لكم اذا كان شي مشكله ولا تتصلوا بهذه الارقام، الارقام ديال اسبانيا ايطاليا فرنسا والمغرب، وفي المعابر الحدوديه ديال سبته ومليليه كذلك راهم حتى هما مدخلين في عمليه مرحبا. وكنتمنوا يعني التذاكر يعني يزيدوا في التذاكر خصوصا المسافات الطويله، ويخفوا لنا يعني تكون تخفيضات في الاثمنه ديال التذاكر ديال الرحلات القصيره، طنجه الخزيرات طريفه طنجه وطنجه طنج ومتري الحسيمه، كل هذه الميناءات راه غادي يبداو ابتداء من اليوم. خوتي انطوش عليكم بزاف، تهلاو في راسكم، نهايه اسبوع موفقه للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في معابر باب سبته وباب مليليا وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس، وجده انقاد، اكادير، المسيره، فاس، سريس، مراكش، المناره، وطنجه بن بطوطه، وكذلك في باحات الاستراحه البحر الابيض المتوسط والجبهه وتزاغين. وتم خلال هذه السنه افتتاح فضاءين جديدين في الرباط بمطار الرباط سلا والمضيق بفتح باحة للاستراحة بسمير. أما خارج التراب الوطني فتتواجد مراكز الاستقبال مرحبا الستة على مستوى الموانئ الأوروبية التالية: الميرية، الجزيرة الخضراء، موتريل، سيت، مارسيليا وجلوة. ويستمر تقديم خدمات المساعدة الاجتماعية والطبية المعتادة على مستوى مراكز الاستقبال التابعة لعملية مرحبا داخل وخارج التراب الوطني، معززة بوجود المساعدات الاجتماعيات على متن سفن خلال المسافات الطويلة مثل ما تم خلال نسخة 2021 من العملية. وعبأت المؤسسة أكثر من 1000 شخص من أطر المؤسسة والمساعدات الاجتماعيات والأطباء والأطر شبه الطبية والمتطوعين للاستماع لمتطلبات المغاربة المقيمين بالخارج ومساعدتهم وتقديم الدعم والعون اللازمين لهم. كما أن خدمة مرحبا متوفرة 7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم للتواصل على أرقام الهواتف الظاهرة على الشاشة سواء من الخارج أو الرقم الأخضر المجاني انطلاقا